موجة طاقة نقصية، زي ما أنت عارف الإلكترومجنتيك ويف يعني فيها نقل كهربي
مجال مغناطيسي تمام، بيولد كل واحد بيولد الثاني، فبيحصل انتشار بالضوء في ايه؟ في اتجاه عمودي على مين؟ على اتجاه الايه؟ المجال الكهرومغناطيسي مع بعض. ودي بتفسر لك ظواهر زي الطفيلة مثلا والايه؟ وطبعا الريفليكشن والريفليكشن هو الايه؟ انعكاس والانتشار وكده. طيب هم عندهم ظاهرة معينة اللي هي الظاهرة بتاعت الانبعاث الكهربائي الفوتو الكتريك اميشن. ايه موضوع الانبعاث الكهربائي ده عباره عن ايه؟ لاحظوا ان عند سطوع بعض المعادن، خلي بالك بكلمه بعض المعادن، فيه لما بيسقط عليها الضوء بيبقى فيه ايه؟ الكترونز متحرره منها. يعني الانبعاث الكهربائي ده عباره عن ايه؟ ظاهره ايه؟ انبعاث الالكترونات من سطوع بعض المعادن عند تعرضها للضوء او من سطوع الضوء عليها. خلي بالك من كلمه بعض دي. طيب ما كانوش قادرين يفسروا الايه؟ الظاهره دي بالويف ثيوري، لحد ما جه اينشتاين وقام قايل الويف ثيوري مش هتبقى كافيه لتفسير الظاهره دي، لازم نتعرض لمين؟ للبارتيكل ثيوري. فقام قايل ايه بقى؟ البارتيكل ثيوري دي عباره عن ايه؟ بيقول لك ان الضوء عباره عن كمات محدده من الطاقه، كمات جمع ايه؟ جمع كوانتم جمع كوانتم، يعني كمات محدده من الطاقه. الكمية كل ما من دول سماها ايه بقى؟ فوتون. تمام؟ الفوتون ده له انرجي عامل ازاي؟ الانرجي بتاعت الفوتون عبارة عن اتش في الفريكونسي بتاعته، ساعات بنوصلها اف او نيو. وزي ما انت عارف الاف دي مربوطة ب الويف لينث بالمنظر ده، اتش ده ثابت لك زي ما انت عارف، والسي سرعة الضوء في الفراغ او اير واللندر ويف لينث. تمام؟ طيب واضح يا هو ان ايه؟ ان الانرجي بتاعت الفوتون ريليتد لمين؟ الويف لينس بتاعه او مين؟ الاف. ماشي كده، تناسب هنا الضغط مع الاف وتناسب عكس مع اللون. طيب بناء على الكلام ده ايه اللي بيحصل؟ لما الضوء بيسقط على سطوح بعض المعادن، لو كانت الانرجي بتاعت الفوتون، خلي بالك بتكلم على ايه؟ فوتون واحد دلوقتي، خلي بالك من دي. لو كانت الانرجي بتاعته كافيه لانها تخلي الالكترون يتحرر من الماده، يقوم سايب الماده دي ايه؟ ويبقى حر في ليه. طب لو ما كانتش كافيه خلاص ما بيعملش حاجه. لو في الحاله الاولانيه لو كانت الانرجي بتاعت الفوتون كافيه لمعنى الموضوع ده، الماده بتمتص الفوتون. ليه؟ لان ببساطه الانرجي بتاعت الفوتون بتروح لمين؟ للالكترون. ماشي؟ الالكترون واخدها ويبقى بعد كده فين؟ طب الفوتون راح فين؟ الفوتون موجود طول ما له طاقه. اول ما الطاقه بتاعته تروح هو ايه؟ يختفي. تمام؟ يبقى ان هو في الحاله الاولانيه يبقى في امتصاص، انظار مش طب نفترض ان الطاقه بتاعت الفوتون دي مش كافيه لانها ايه؟ تحرر الالكترون، يعني الالكترون عايز طاقه اعلى شويه. في الحاله دي الالكترون بيعدي كان الماده شفافه بالنسبه له، ومش بيمتص الطاقه بتاعته. الماده مش بتايه؟ مش بيمتص الطاقه بتاعته. زي ما واضح قدامك الانرجي بتاعت الفوتون مرتبطه بمين؟ بالويف لينس. ها؟ ده بيفسر لك ان بعض المادة، ان عندك مثلا ماده معينه ممكن تبقى بتمتص ضوء موجي معين، ولما يكون ضوء تاني بضوء موجي مختلف ما تمتصوش، يبقى بالنسبه له ايه؟ شفافه. ليه؟ لان اللحظه دي بتحدد لك مين؟ الانرجي بتاعت الفوتون، وبالتالي ممكن يمتص او ايه؟ او يعدي هو الايه؟ الايمان. طيب سمعتوني انا بقول الانرجي بتاعت الفوتون كافيه انها تحضر الالكترون. يعني ايه كافيه انها تحضر الالكترون؟ في حاجه اسمها ورك فانكشن. الورك فانكشن دي عباره عن ايه؟ ببساطة المينيمم انرجي ريكوايرد تو لايبريت، يعني الطاقة لازم انها تحرر الكترون فروم ذا ايه؟ فروم ذا مين. طيب لو فرضوا الانرجي بتاعت الفوتون كانت اكتر منها، ايه اللي بيحصل؟ الفوتون الالكترون بيتحرر وياخد بقى الطاقة دي على انه كينيتيك انرجي يبتدي ايه؟ يتحرر. وبناء على نقدر نقول ان الانرجي بتاعت الفوتون هتساوي الدبليو اللي هي الورك فانكشن زائد الكينيتيك انرجي بتاعت الايه؟ لو كانت الانرجي بتاعت الفوتون قد بالظبط الورك فانكشن، خلاص الالكترون لما يتحرر مش هيبقى في حاجه يتحرر، يعني الكينيتيك انرجي بتاعته ايه؟ زيرو. تمام؟ طيب زي ما واضح ان هو الايه؟ بتاعت الفوتون دي
الكرسي على الارض. ده معناه ان في حد ادنى من البندا لازم يكون موجود عشان الالكترون يتحرك. صح؟ ايه الحد الادنى ده؟ هتساوي الانرجي بتاعته الفوتون بمين؟ باللندا بس، بالنابلو بس. يعني انا بس عايز الالكترون يتحرك ومش عايزه يتحرك، يا دوبك يتحرك. يبقى في الحاله دي هتكون انا الانرجي سي على لندا هتساوي ده. نحط دي لندا مينيمم ولا ماكسيمم؟ مينيمم؟ ماشي. ومنها كله تطلع مين؟ لندا مينيمم. ليه لندا مينيمم؟ لان المفروض ان لندا تبقى ايه؟ اكبر ولا اقل من دي؟ هي المفروض تبقى اقل من دي. ماشي، يبقى دي ايه؟ لندا ماكسيمم. ودي ايه؟ ماكسيمم. هتبقى عباره عن ايه بقى؟ هتبقى عباره عن اتش سي على الدبليو اللي هو الفانكشن بتاعت الايه؟ الميتال. اللندا ماكسيمم دي الماكسيمم يوزيبل ويف لينس او ماكسيمم يوزيبل ويف لينس. اقصى ويف لينس جزء مفيد بالنسبه لك. ليه؟ لان انت لو فوق واستخدمت ويف لينس اكبر منه الانرجي بتاعت الفوتون هتقل. تمام؟ في الحاله دي مش هتبقى كافيه لانها تتغلب على الوقت فانكشن، وبالتالي مش هيحصل ايه؟ لايبريشن او تحرر في الايه؟ في الليل. دي النظريه الخليه الجميله لدور الكوانتم ثيوري اوف ايه؟ اوف لايت. دي اللي اخذ عليها اينشتاين بالمناسبه بيزك نوبل مش نسبيه. هي دي اللي اخذ عليها بيزك نوبل. تمام؟ طيب الكلام ده ما فيهوش مشكله؟ طيب في بعض الاحيان بقى زي ما هنشوف ان انا اوقات بتكلم جنرال عن تفاعل الضوء مع الماده. تفاعل هنا مش تفاعل كيميائي، لا تفاعل يعني ايه؟ يعني انتراكشن. ايه اللي بيحصل؟ قال لك هنا كذا حاجه. اهمهم ان الفوتون يبقى عنده طاقه كافيه انه يديها للفيلنس الكترون اللي موجود في الرابطه الصوميه ويحرره ويخليه ايه؟ في ريليف. يعني يتنقل من الفيلنس باند لمين؟ الكوندكشن باند. دي اهم حاجه فيه، لان دي هي اللي بتعمل ايه؟ التحويل من اوبتيكال انرجي للكتريك انرجي، لان دي اللي بتولد لك الكترون هول بير. لو كان زود الالكترونز والبوكس يبقى في تشارج كده اتحرك، تمام؟ في طيارة. لكن مش دي الصوره الوحيده للتفاعل ما بين الفوتونز والسوبر كونداكتور. في صوره ثانيه ان الفوتونز ممكن يعمل انتراكشن مع اللابس نفسها، الشبكه نفسها. يعني ايه؟ يعني الطاقه بتاعت الفوتونات تخلي الايه؟ الاتومز او المولكولز تقعد تتهز كده حوالين الاكليبرام بوزيشن شويه. دي بيسموها لابس فايبريشنز. هي عباره عن حاجه اسمها فورمونز. في الحاله ده هي بيبقى الانرجي بتاعت الانرجي دي بتاعت الفوتون ده في صوت هيت، لان الحركه دي بتولد لك ايه؟ حراره. حركه الفوق اتومس ومركوز بتولد وضع الالتزام بتاعتها بتولد لك حراره. في تفاعل تاني فوتونز مع البيوتي اتومس اللي هي الدونتس والاكسبتورز. تمام؟ او مع الديفكت ستاكس بوزيشن سيستم كونتاكتور. يعني ايه ديفكت؟ الديفكت دي ببساطه كده يعني رابطه غير مكتمله. مثلا المفروض ان السيمي كوندكتور ماتيريال بتكون دخول في تفاصيل بيبقى لها استراكشر معين او شكل بالدوري معين اللي هو بيتكرر. تمام؟ لكن ما بتبقاش مثاليه قوي، ممكن تلاقي حته معينه فيها بالشكل ده مش ايه؟ مش منتظم. في مثلا رد كده حر او في حته كده فاضيه ما فيهاش ربط او تنقل او غيره. دي ممكن ان ايه؟ ممكن تسبب ان ايه؟ يحصل ايفكت في السيمي كوندكتور. يعني ايه؟ يعني ايش؟ يعني بمعنى ان السيمي كوندكتور ماتيريال ما مش مقاومة في الاستراكشر بتاعها. أو ربطة تلاقيها متدلية بيسموها دبلنج بوند، يعني مش مكتملة. الحاجات دي كلها بيسموها ديفيكتس في الإيه؟ في سيمي كوندكتور ماتيريال. دي ممكن تمتص طاقة مين؟ الفوتونات. تمام؟ طيب أهمهم زي ما قلنا الانتراكشن بتاع الفوتون مع مين؟ مع الفيلنس الكتروس، لأن ده اللي بيخلي الإلكترون يطلع من الفيلنس باند للانتراكشن باند. طبعا ده هيحصل امتى؟ لما تكون طاقه الفوتون كافيه لان هي ايه؟ تتغلب على ايه؟ الباند جاب انرجي. تمام؟ طيب جميل. الفوتون ابسوربشن كوفيشن ان هو بيقول طب معدل امتصاص الفوتونات دي بقى عباره عن ايه؟ طبعا لو الانرجي بتاعت الفوتون اقل من الباند جاب انرجي مش هيبقى فيه ايه؟ امتصاص زي ما احنا عارفين. طب لو الانرجي بتاعت الفوتون اكبر من الباند جاب انرجي زي ما قلنا الفيلنس الكترون هيرفع من ايه؟ من الفيلنس باند للكونتاكشن باند. طيب عمليه الابزوربشن دي بقى عباره عنها كده لو الاتش يو اقل من الاي جي مش الماده مش هتمتص الفوتون، يبقى الماده كده هتبقى شفافه. طيب لو كانت قد بالظبط في الحاله دي الالكترون هيرفع من ايه؟
من الترانس كونتر كونتكشن باند ويبقى في نسبه حيه بس ما فيهوش كميه حر يعني كميه الانرجي بتاعته في ايه؟ في زيرو. الحاله الثالثه بقى ان هو يبقى ايه؟ الاتش اللي نقدر من اي جي هيبقى في ريجكتور ويبقى له معانا ايه كمان؟ سبايتيك انرجي كمان؟ تمام؟ طيب ده لما يكون الاتش نقدر من اي جي. طيب طبعا الحركه بتاعت الالكترونز دي نتيجه لان طاقه الفوتون اكتر من ايه؟ من الباند جاب انرجي دي في الاخر تبقى ديسبيتد بشكل ايه؟ ديسبيتد بشكل ايه؟ يعني يعتبر لوسس في المادة. تمام؟ ده ربنا يخاف عشوائية طبعا. طيب يعبر النمط عن اللايت انتنسيتي ازاي؟ اللايت انتنسيتي يا جماعة في أكثر من طريقة لأنك تعبر عن شدة الضوء. في لايت انتنسيتي يعني باور بريونيك اريا، في حاجات تانية زي باور بريونيك سوليد أنجل، باور بريونيك سوليد اريا، بريونيك اوفنس، في أشكال كتير. أبسطهم اللي احنا هنشوف دلوقتي اللي هو اللايت انتنسيتي. لايت انتنسيتي دي يعني الباور بتاعة الضوء بس بريونيك اريا، وبالتالي وحدتها هتبقى واقعة على ايه؟ سنتيمتر مربع. دي انا بوصلها بخمس اي بي يو اوف اكس. طيب هي ايه لما يقول وقت ممكن يديها انرجي على سنه، فيبقى وحدتها ايه؟ انرجي على سنتيمتر مربع في السنه. شايفينها؟ طب جميل. لو انا افترضنا ان انت عندك دخلت الماده دي اكس، يعني هتبقى واقعة على الوقت الاكس شيفت تحت ده. انا قلت دي اكس دي اسمها اكس، ودخلت الماده دي اكس يبقى الحته دي اسمها ايه؟ يعني اسمها اكس زي دي اكس. اللايت انتنس هنا اي يو اوف اكس، هنا اي يو اوف اكس زي دي اكس. المفروض ان في الحته دي حصل امتصاص الضوء. يبقى اللايت يو اوف اكس زي دي اكس هتبقى اقل. تمام؟ طيب اقل ازاي؟ المعدل قد ايه؟ لو رحنا هنا وقت المعدلات هو هنا بيعرف حاجه اسمها ابزوربشن كوفيشن اللي هو الرسم الرمز مين؟ الفا. لو كان الابزوربشن كوفيشن ده الفا يبقى في الحاله اللي هي كميه الفوتونات او لايت انتنسيتي القصه في الدي اكس دي عباره عن ايه بقى؟ الفا اي نيو اوف اكس دي اكس. خلي بالك الفا دي الفا دي وحدتها 1 على سنتيمتر، سنتيمتر مع نصها. فبالتالي الكميه اللي انت شايفها في الكوشن 14 دي وحدتها ايه؟ زيها زي مين؟ في اللايت انتنسيتي يعني وضع الدي اكس سنتيمتر مربع، صح كده؟ دي بتعبر لك عن ايه الحته دي؟ الفا اي نيو اوف اكس دي اكس بتعبر لك عن اللايت انتنسيتي اللي فقدت او القصه في ايه؟ في السنتس اللي اسمها ايه؟ اكس. جميل. طب عايز اربطها بقى بالاي نيو اوف ايه؟ اكس زي دي اكس دي. هنا هو اللايت انتنسيتي بعد خروج الضوء السنتس دي ناقص اللايت انتنسيتي قبلها بيساوي مين؟ معدل التغير اللي هو المفروض هنا يبقى نيجاتيف لان اللايت حصل فيه ايه؟ امتصاص، ما حصلوش ايه توجيه. نيجاتيف اهي. دي الاماونت اوف لايت اللي كانت مخصصه. طب دي جت منين؟ ضيع دي مع دي، دي اكس مع دي اكس، يدي لك التشنج اللي حصل في مين؟ اي نيو اوف اكس، دي كان اصلها يا جماعه دلتا اي نيو على دلتا اكس في دلتا اكس، بس زي ما انتم عارفين اليوم واخد الليمت لما الدلتا دي تقول الزيرو فيتحول لايه؟ يتحول ما دام كانت دلتا على دلتا يبقى ايه؟ تفاضل زي ما بنعمل كده. هاي؟ عشان يحول لها المعادله التفاضليه. طلع بالشكل ده كده. طيب المعادلة دي كده ضايع منها دي اكس مع دي اكس، دي اي نيو اوف اكس بس هو ناقص الفا اي نيو اوف اكس دي اكس، تقدر تحلها بالمنظر ده كده. معادلة تفاضلية على اعتبار ان عندك انيشال كونديشن، ان الانيشال لايت انتنسيتي عبارة عن اسمها ايه؟ اي نيو نوت. يعني دي اللي ساقطة على ايه؟ المادة. هنا ما خدش في اعتبار طبعا الريفليكشن اللي حصل. طيب حلها سهل، هتطلع اي نيو اوف اكس بالمنظر ده، اي نيو نوت دي اسمها ناقص الفا اكس. واضح ان دي اكسبوننشال يعني لما تيجي تقسمها بالنسبه دي الديستنس هتبقى بالمنظر ده، لو الابسوربشن كوفيشنت كان صغير يبقى بالمنظر ده، لو كبير هيبقى ايه؟ الديكي هيبقى سريع بالمنظر ده كده. ده بديهي، اللايت انتنسيتي هتقل مع مين؟ مع المسافه، وبتقل كمان معتمد على مين؟ على الابسوربشن كوفيشنت، وده اكيد معتمد على نوع الماده. تمام؟ طبعا الابسوربشن كوفيشنت ده بقى فيه الطاقه بتاعت الفوتونات و نوع السيمي كوندكتور ماتيريال، طاقة الفوتونات دي مرتبطة بمين زي ما اتفقنا؟ اللمبة. ونوع السيمي كوندكتور ماتيريال هنا داخل بايه؟ بالباند جاب انرجي اللي هي الاي جي. يعني دي اللي احنا حددت لك الانرجي بتاعت الفوتون واللمبة او الاي جي، دي اللي حددت لك اذا كان اصلا هيحصل امتصاص ولا ايه؟ ولا لا؟ يعني ممكن جدا يكون عند لمبة معينة او اي جي معينة، لو اي جي كبيرة قوي ممكن تلاقي الفا وزيرو. عادي، مفيش ابزوربشن خالص. ماشي؟ طيب هنا هو ترسم لك علاقه بين الابسوربشن كوفيشن، خلي بالك الوحده بتاعته المره الثانيه سنتيمتر ناقص واحد.
ميديريالز بس هو ديفرنت ايه ماتيريالز. طب واحد سنه بتدين معينين كده هو ايه عاملهم ظروف مختلفه ما بين السيليكون والجلد مثلا. السيليكون اللي هو الاشهر والارخص ارخص المدخل. الجلد انا صنايعي غالي بس الغالي كمان فيه يعني له مزايا. قلت لكم انا حاجه زي دي على سبيل المثال او صنايعي قبل كده. ده كان فارس الكوندكتور في جانب ارسنال ماشي؟ طيب مبدئيا كده اعرف تحت السيليكون على رغم ان هو اشهر الا ان هو خواصه الضوئيه مش قد كده عشان كده ما بنستحسنش استخدامه في الاوبتو الكترونيك ديفايسز الا رخيص منه تمام؟ لكن الافضل هو مين؟ الجانب الصناعي. ليه؟ انا اعرف عليه بعد شويه حكايات ايه؟ حاجه اسمها بند جاب ايجي بند جاب دايركت بند جاب ويندايركت بند جاب هنقولها بعدين بس مفهومه جدا. هنقولها النهارده يعني. طيب جه اليكس النهارده بين ابسوربشن كوفيشن ولوفنس واضح ان اللوفنس كل ما يزيد ايه اللي هيحصل؟ الانرجي بتاعت الفوتون هتظهر لحد ما توصل انها ما تبقاش كافيه لانها تتغلب على بند جاب انرجي فالامتصاص يقل كتير وعشان كده زي ما واضح قدامكم الالفا بتاعت اي ماده لازم تلاقيها مونوتونيكال ايه؟ ديكريزنج مع ذلك مين؟ الوفنس ظهارا بالشكل ده. طيب جميل. زي ما قلنا اتش يو لو اقل من اي جي يبقى الماده خطوره ايه؟ ترانسبير مش خفيفه لايه؟ لايه؟ للفوتونات في الرينج ده. زي ما قلت لك ممكن نفس الماده تبقى شفافه ها؟ لبعض برمجيه ومنتصه برمجيه اخرى حسب مين؟ حسب الماده اللي جايه الماده اللي جايه الرينج بتاعتها والموضوع. بالمناسبه الفيزابل لايت الطول الموجي بتاع اللي هو طول اللون الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه ده بيبقى في رينج من الاحمر لمين؟ البنفسجي. الكود الروبي بتاعه بيبقى احمر رينج من 400 نانومتر ل 700 نانومتر تركيا. في اكثر من درجه للاحمر بس النهضه 400 نانومتر دي مناصره للون الفايرت البنفسجي و 700 نانومتر لمين؟ للاحمر. اللمضه اللي اقل من 400 نانومتر دي بيسموها الترا فايرت. طيب مش عارف اقول لك سريع او اقول لك بنفسجي. ده مؤذي تمام؟ ده المفروض ان طبعه الاوزون بتقل وتنقص. واللمضة اللي أعلى من 700 نانومتر دي بيبقى يسموها انفراريد لايت يعني إيه؟ أشعة إيه؟ تحت حمرا، أنت ما بتشوفهاش بس بتحس بيها بصورة إيه؟ حرارة، أنت لما تيجي تجيب معدن وتيجي تسخنه لما بتحرق كده منه مش بتحس بحرارة في الهواء ليه؟ هو بيعمل راديشن أشعة حرارة دي. دي أشعة تحت حمرا اللي طالعة منه بس أنت مش شايفها. شوية بشوية لما بتسخنها أنت بتبص تلاقي لونه بقى إيه؟ واحمر ليه؟ لان في الحاله اللي هي اللي بتحصل ان الحراره اللي انت بتديها له الطاقه دي بتزيد قوي. طيب لما بتزيد ايه اللي بيحصل؟ يقوم عامل ايه بقى؟ انت عندك نمبر اي في في البند جاب في البند جاب او الانش بند فايبرات اي في واي سي هم منهم بند جاب انش. لما بتدي له طاقه عاليه قوي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الضوء ده عنده قدره ان هو يجيب لك الكترونز من تحت قوي في البلاكس باند ويطلعها لمين؟ لفوق قوي في مين؟ في الكونفكشن باند. يعني مش هتروح مننا هنا بس لا ده اقل حاجه. لا ده عنده قدره ان هو يجيب لك مين؟ الكترونز من تحت قوي لفوق قوي لان ايه؟ عن الطاقه بتاعت الايه؟ بتاعت الحراره دي عاليه تمام؟ طيب اللي بيحصل يدخل مش بيطلع فوق على طول، بيقعد شويه كده وبعدين ينزل تاني، بيحصل ايه بقى؟ ريكومبينيشن، لما بينزل في مكان عالي شويه بيشع الطاقه اللي هي في صوره ايه؟ فوتونات، بطبع صوره تمام كده؟ ماشي، ما هو في ابزوربشن وفي ايه؟ عكسها انميشن، هنا لما بيجي ينزل بعد كده بيحصل ايه بقى؟ انميشن. جميل؟ طب لو هو كان فوق شويه، مكان عالي شويه ايه اللي بيحصل؟ الانرجي بتاعته هتبقى ايه؟ تبقى كبيره، بغض النظر لمضه اقل شويه. اقل شويه دي هتبتدي تدخل في الرينج بتاع الاشعه اللي انت بتشوفها بعينك اللي هي 700 نانومتر او اقل اللي هي الفيزابل لايت، فتبتدي تشوف مين؟ اللون الاحمر. ولو انت سخنت لمضه تبتدي تشوف الاطوال الموجيه اللي هي ايه؟ اللي هي الاحمر كمان. ماشي؟ لكن لو ما سخنتوش قوي يبقى انت هتبع في الرينج ده كده. من هنا لهنا مثلا. وهنا لما بيحصل في الكومبانيشن فرق الطاقه ما بيكونش كبير قوي فاللمضه بتبقى كبيره بعد كده يعني بعد كده مين؟ ال 700 نانومتر فبيبقى فرنش مين؟ الاشعه ايه؟ اللي تحت الارض.
مفهوم يا جماعه ولا في مشكله؟ بجد مفهوم ولا في مشكله؟ طيب جميل. المثال ده مثال بسيط اقول لبشر في القوانين، هو بس عايز يجي لك كيميكال نمبر عن الديستنس اللي بيحصل فيها الكلمشن. يعني مجرد اقول لبشر في القوانين شطر يجي لك نمبر بمكان معين. يقول لك نقعد السيكنس هو نقعد مدرب القانون ده نقعد على 2 الفا، 2 فاريوس الفا، الفا صغيره والفا كبيره شويه. لاحظ ان طبعا معظم الوقت بيمتص في مسافه صغيره جدا لما تكون الفا بالها كبير، هو يقول لك ان ايه؟ لما تبص تلاقي لما تبص الكوفيشن بيزيد بتبص تلاقي الاتنيوشن بيبقى عالي قوي في الايه؟ في الطول، لدرجه انك مثلا تلاقي 90% من اللايت انرجي بتبص في رينج صغير جدا تيبيكالي بالمايكروميتر. تمام؟ وده بيدي لك دلاله عن ان السيتنس بتاعت الماده ما هياش حساسه قوي، السيتنس بتاعت الماده لو حطيتها 1 سم كافي. كده كده الماده مش هتكمل او الضوء مش هيكمل ايه؟ ال 1 سم ده. جميل. طيب بص كده للشكل الرسم ده بس بعد اذنك اطلع شويه تاني. هتلاحظ ان وقت ما سيبنا الرؤيه اي ريسبونس يعني الاستجابه بتاعت عينك بالنسبه لمين؟ نحو الايه؟ الافق ده. في كذا حاجه بند جاب انجن بتاع سيمي كوندكتور ماتيريال او بند انتنسي او نوع الماده. ببساطه خالص نوع الماده هيناصروا البند جاب انجن بتاعتها تحت بالاي في. هتلاحظ انها رجاله الاصمعيه لها بند جاب انجن اعلى شويه من ايه؟ من السيمي. طيب حاجه زي الكادميوم سلفايد. كادميوم سلفايد ده فين بقى؟ هو ده اسم معايا اصل هما الاثنين جنب بعض فاكرهم حاجه واحده. كادميوم سلفايد كادميوم فوسفايد اسف فوسفايد اللي هو في الرجل. هتلاحظ ان هو ايه؟ الكادميوم فوسفايد البند جاب انرجي بتاعته موجوده في الايه؟ عند النقطه اللي عندها ايه؟ الاي ريسبونس اعلى من يعني لانك بتشوف فيها ايه؟ اكبر قدر ممكن من اللايت او حساسه فيه جدا في ايه؟ للضوء. طيب الشكل ده جاي منين؟ لكن ان هو يطلع ويهم ده جاي منين؟ في الاول وفي الاخر هو مرتبط بايه؟ الطاقه بتاعت بحاجتين، طاقه الفوتونات وايه؟ والبند جاب انرجي. حاجه زي السيليكون البند جاب انرجي بتاعتها قليله. تمام؟ فبالتالي ممكن جدا اي فوتون قليله ازاي يعني اي فوتون يبقى قادر ان هو يعمل ايه؟ الكترون دون بيرد. تمام؟ طيب الموضوع ده فيه كمان مين؟ اللمبه. اللمبه كل ما بتزيد لا خلي بالك اللمبه كده في الاتجاه ده بتقل حسب كلامه بتقل يبقى اللايت انتجري الانرجي بقى هتزيد هتبقى كافيه اللايت انرجي انها تعمل لايبريشن للالكترونز اللي قلنا وتحرك الالكترونات من الفنس بند للكونتكشن بند. هتبص تلاقي ان هو الضوء اللي منبعث من السيليكون هيبقى اغلبه في الرينج بتاع او الضوء الماده بتبقى على السيليكون يعني الماتيريال بتبقى حساسه اكتر الضوء بتاع الانفراريد او اللمبه بتاعت اكبر منه، لان انا اقعد اللمبه هنا بكام؟ 17 مايكرو متر اللي هي 600 نانو متر اللي هي مصدر الضوء الايه؟ الاحمر. الاطول منه ده الانفراريد اللي هو نظر فيه السيليكون بقى الاصفر. لكن الاطوال المرويه اللي انت بتشوفها من 400 نانو متر او 700 نانو متر دي ماشيه مع مين؟ مع الكابيتال ايه؟ فوسفايد. الكونتاكتور ماتيريال كومباوند برضه بس ايه؟ مختلفه عن الايه؟ او مش مشهوره قوي للدرجه. طيب هنا هو بقى احنا اتفقنا ان الابسوربشن ده بيجي ايه؟ الابسوربشن ده بيجي ايه؟ بيسبب ان يبقى فيه اكسس الكترون فول بير يعني يبقى فيه جنريشن ريت. جي داش دي عباره عن ايه يا جماعه؟ دي جنريشن ريت معناها النمبر اوف جنريتد او اكسس جنريتد كاريرز بس المفروض باليونت فوليوم باليونت ايه؟ طيب اهي الوحده بتاعتها اهي خلي بالك من اليونت تمام؟ فهو الراجل هيجيبها ازاي؟ هيجيبها حسبه بسيطه جدا قال لك لو فرضنا ان الانرجي بتاعت الفوتون واحد اتش نيوتن تمام؟ وان احنا عندنا نوت ان كل ابسورب فوتون بيولد الكترون فول بير واحد ده قد ده طبعا مش دايما ده بيحصل بس هنفترض بسهوله ان ده بيحصل في الحاله ده هي الجنريشن ريت بتاعك اللي انت المفروض ده هيبقى عباره عن ايه؟ هتقوم جايب الطاقه اللي انت بتصفها من الفوتونات وتقوم قاسمها على الطاقه بتاعت ايه؟
بتاعت الفوتون الواحد دول بيدي لك عدد مين؟ الفوتونات اللي اتولدت. بس انا مش عايز اعدد الفوتونات، انا عايز اعددها بالمون الثوريوم بالمون الايه؟ طيب طب هنجيبها ازاي؟ اللايت انتنس نفسها لايت يو بي فيها نمبر فوتونز بس بريورت ال لان انا مرتبطه بالايه؟ بالباور بريورت ال. فك كده البي دي بانرجي على اللايت والدي موجوده زي ما هي، يبقى دي انا عباره عن مين؟ اي نيو صح كده؟ الانرجي بتاعت الضوء مش الانرجي بتاعت الفوتون الواحد على تي في. طيب الانرجي بتاعت الفوتون الواحد كام؟ اتش نيو. لما نقسم الانرجي بتاعت الضوء اللي بتبص على الانرجي بتاعت الفوتون هيدي لك عدد قد ايه؟ عدد الفوتونات اللي موجودة في النقطة. جميل، عدد الفوتونات اللي موجودة في النقطة. طيب لو انت قمت قاسم على الاريا كمان، تمام، وضربت في الألفا، الألفا ده اللي هي وحدتها كام؟ وعلى سنتيمتر مين؟ الألفا دي وحدتها سنتيمتر ناقص 1، هيبقى في هنا هو لينس موجود زيادة. ماشي؟ اللينس بالاي دي هتولد لك ايه؟ فوليوم، هتبقى عباره عن فوليوم، تمام؟ والتي دي سكن، فهتبقى النتيجه ان هو هيدي لك ان هو عدد ايه؟ الفوتونات اللي موجوده في اللايف اللي هي المتوسط بس بيرن فوليوم بيرن ايه؟ سكن. عدد الفوتونات دي هي بالظبط حسب فرضه قد الاكسس الكترون هول بيرس، على افتراض ان كل ايه؟ فوتون بيولد لك ايه؟ 1 الكترون هول بير. وبالتالي جي داش دي هي الاجنريشن ريت. تمام؟ طيب ساعات بيسموا الريشيو اللي هي اللي هي فوتون فلوكس زي ما قلنا قبل كده، تمام؟ طيب لو فرض وي الفرض ده مش مظبوط، يعني الفوتون بيولد لك اقل من الكترون هول بير، في الحاله دي لازم تضرب في فاكتور اقل من واحد، اسمه ايه بقى؟ افيشنسي فاكتور، حاجه اقل من واحد يعني. طيب انا قلت ادي لك مثال برضه تعويض مباشر في الحكايه دي عشان يطلع لك طلع من جي داش. طلع جي داش اهي الوحده بتاعتها رقم كبير جدا في البلاد. طيب جي داش دي انا اقدر اجيب منها الاكسس كده كونسنتريشن ازاي؟ من اضرب جي داش في الدوره بتفتكر الدوره هي اللايف تايم، من عند جيرا اللايف تايم يطلع لك الاكسس كده كونسنتريشن كبيره جدا حاجه في 10 اس 14. هو الغرض من المثال ده ان هو يديلك التيبيكال فاليوز بتاعت مين؟ طبعا الكويرت ايه بقى؟ الكويرت دي طبعا متاثره بيه اللايت والفلينس اللمضه والبازيكال انرجي، لان الاثنين دول بيحددوا لك انا هنبص قد ايه في الايه؟ واللايت انرجي. لو رجعنا تاني للمعادله اللي فوق ده هنا، المعادله اللي فوق ده ايه؟ الجنريشن ريت جابه منين؟ جابه الاول من عدد الفوتونات، ليه؟ لان عدد الفوتونات مفترض ان هو قد مين؟ قد عدد الاكسس الكترون هول بير زي ما قلنا، تمام؟ الزوج من الكترون هول بير قد ايه؟ مناظر لمين؟ الواد فوق. فيجيب عدد الفوتونات ازاي؟ بيقوم قاسم الانرجي بتاعت الفوتون كلها على مين؟ الفوتونات كلها على مين؟ الانرجي بتاعت الفوتون الواحد اللي هي اتش بي. عايزها باليونت فوليوم باليونت تايم، هيكون شغال بمين؟ باللايت انتنس تضرب في ايه؟ في الارض اللي هي الابزوربشن كوفيشن. طيب من ضمن الديفايسز اللي انا قلت لك الديفايسز اللي بتحول لك من اوبتيكال انرجي للايت انرجي حاجه مشهوره جدا اللي هي مين؟ السولار سيل. اكيد سمعت عنها. السولار سيل بيستخدموها مثلا في عندك محطه ساتلايت. بعيد عن الباور، مفيش هناك فيشه. هتجيب الباور منين؟ مفيش عندك مصدر الباور للشمس بس. مثلا الكالكوليتورز بتحتاج باور قليله. هيبقى فيها ايه؟ السولار بانلز دي ممتازه جدا. واخد بالك؟ والاقل ضرائب كتيره، يعني يكون مثلا عندك بيوت متنطوره في اماكن صحراويه، هيبقى صعب ان انت تبني خطوط باور على المسافات الشاسعه دي عشان مثلا تبس بيت ولا اثنين كل فين وفين. يبقى التكلفه بتاعتك عاليه وفي الحاله دي هيبقى الاحسن ان انت تعمل ايه؟ تحط سولار بانلز. طيب السولار سيل بقى عباره عن ايه؟ ما هي الا انجنكشن بين ودين الباير سيل بس. ايه السولار سيل؟ طب الليد اللي انا هشوفها بعدين دلوقتي الليد اللي ضايع بين جنكشن ويز فوتولايزر. ويز ايه؟ فوتولايزر. في فوتولايزر هنشوفها النهارده. دي بين جنكشن بس ويز ريفرسلايزر. إذا أول هنا مين جانشن تشتغل في الموضوع الإلكترونيكس هي مين؟ مين جانشن سولار سيل، مين جانشن ويز إيه؟ ويز نوبر سيل، خلي بالك الحتة دي. جميل، طبعًا الإنسيدنت فوتون إلكترونيشن ممكن يولد لك إلكترون هول بيرس زي ما أنت فاكر.
كده كده زي ما انت عارف اي سيمكونتكتور ماتيريال بيبقى فيه او زي ما بيبقى فيه الاجنيشن ريجن او لها سيت يعني سبيسيف شارج ريجن. الفكره هنا ان الطاقه بتاعت الفوتونات لما تكون كافيه لانها تحرر الكترونز بيولد لك في الالكترون وبين وور. خلي بالك من الحاجه. الحقيقه ان توليد في الالكترونز والوص ممكن يبقى موجود في اي حته في الماده اللي في الكلام، بس هو مهتم بيه اكتر في الحته اللي في النص دي. تعرف ليه؟ لان الحته اللي في النص دي متركز فيها معظم الأيونات. إيه؟ الأيونات. الأيونات. طب وأنا فيها استفدت من الأيونات، هي أصلاً شبه كبيرة. معلش شبه كبيرة، بيلوكال تشارج زي ما قلنا قبل كده. بتركز فيها معظم الإلكتري فيلد أو الفولتج. افتكر لما قلت لك إن أنت تتخيل إن كل واحدة من دي عبارة عن ريزيستنس إن سيريز. الريزيستنس هنا صغيرة وهنا صغيرة، ولأن هنا وهنا بتشارج كبيرة اسمهم عاليين فالكونتكتيف كبيره فالريزستنس صغيره. انما هنا المنطقه دي فري اوف تشارج جالس الا النادر اليسير. قليل جدا التشارج جالس اللي بتوجد في ايه؟ في السبيس تشارج ريجن مقارنه بايه؟ بالباقيين. فهتبص تلاقي دول ثلاثه ريزستنس ان سيريز. ها؟ جميل؟ يبقى دي اللي عليها معظم الفولتج وبالتالي معظم الالكتري فيلد موجود هنا. انما هنا وهنا الالكتري فيلد ماله صغير جدا ممكن يهم. الالكتري فيلد هو ده اللي هيحرك التشارج جالس. ما انت لو وجدت الشارج كده ما حررتهاش استفدت بيها ليه؟ وعشان كده هو مهتم جدا بالشارج كده جنريتد في اي ميجر بالنسبه للشارج ده هيقول لك ان هو ايه؟ الشارج كده بفعل الالكتري فيلد ده ممكن يكون السلك يبقى الالكتري فيلد في الاتجاه ده اهو الالكترون هيتحرك في الاتجاه ده وهو بيتحرك في الاتجاه يبقى التيار الناتج عنه في اي اتجاه؟ كده اللي هو بنصب الرمز مين؟ ايلين اللي بيسموه فوتو كارنت. مهم جدا الاسم دي لان ده التيار اللي ناتج عن مين؟ عن الكور الناسي. طب هل ده التيار الوحيد اللي بيكون موجود في الماده؟ لا. خلي بالك ليه بقى؟ انا هنا مش حاطط بايظ لكن ممكن جدا السبت اللي بره دي بقى ريزيستنس تكون ريزيستنس او انا كنت حاطط لود. انا في الاول في الاخر عايز الباور عشان اديها اللود حاجه تغذيها تنورها ايا كان ايه؟ لد مثلا ولا اي نوع عايز اقراه فدي تعتبر ضد ريزيستنس. التيار ده لما يمشي ينقط في النور يعني لما كنت اشرب ازاي؟ هو ده بقى اسكت نقص صح؟ طيب دي ده كنت اشرب ده هيعمل فوق بغازي دي على مين؟ على الجنجر صح؟ وبالتالي هيودي ده التيار بس التيار اللي هيودي له هيبقى عكس اللي فات. الفوتو كارنت اللي اتولد ده كان في ريفرس دايركشن اللي ماشي من هنا لبين لكن الفورورد بايزنج اللي هيتحط ان هو هيولد لك التيار في اي اتجاه؟ في الفورورد دايركشن بس بالرمز مين؟ اي اف. وبالتالي التيار اللي هيمشي هيبقى فرق الاثنين الاي اف ناقص مين؟ اي اف. تمام كده؟ امتى الاي اف ده زيرو؟ لو ما فيش فورورد بايزنج خالص ده يحصل امتى؟ لما ما يكونش في ده ريزيستنس وده مش ممكن يحصل على كده؟ طيب لو جيت بقى جبت لك التوتال كارنت عباره عن ايه؟ التوتال كارنت هنا بيجيب لك علاقته تحت اي سر مع الشور ما كتبش المعادله بتاعته ثانيه 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 اطلع فوق كده عشان اشوف كيف فوتت المعادله. اه هي الاي النت كارنت بيسموه النت كارنت او التوتال كارنت. طيب هنا مصاريف الاي اللي هو بيسموه سيرفر بريسمنت الاي اف زي ما انت عارف معادلته ريليتد بايه؟ بفور فوتش اسمه مين؟ طيب هنا هو بيجيب العلاقه ده ايه؟ واضح ان الاي دي لما تيجي تقسمها بالنسبه للفي تطلع علاقه عكسيه. واضحه جدا لان الفي كل ما زادت ايه اللي هيحصل؟ الفورورد كارنت. الفي كل ما زادت في الكلمه اكسبوشن دي دخل النيجاتيف فاكتور يعني لك مين؟ الاي. او بمعنى اخر زياده الفي ناقصه دي زياده الفورورد كارنت. فيكون من شانها انها تقلل لك النت كارنت. طيب لما تيجي ترسم الاي بالنسبه للفي تطلع ممكن انكريزنج بالنظر ده ده الاي والفي. امال ايه النقطتين دول؟ حد يقدر يقول لك النقطتين دول عباره عن ايه؟ اللي فوق ده اي اس سي اتصال ايه؟ ده خط الطيار لما كنتش بيصير، كنتش بيصير وانت يا جماعه؟ لما يكون في شورت سيركت صح؟ لما يكون الار دي او اللود دي شورت سيركت. يعني مثلا معايا هنا ايه ده؟ اللي فوق ده شورت سيركت كارنت. طب النقطه الثانيه المحور ده اي في بزيرو، طب اي بزيرو امتى؟ لما يكون في اوبن سيركت يعني الارض اللي انتهى نهايه، انا مسمي الفيو هنا هي ده اوبن سيركت بوست، سهل انك تجيبه. تعالى كده على المعدل اللي في الاول
تبقاش دي فوق، تعالى على المعادله اللي فوق دي مره احط فيها الاي بي سي هيطلع لك هو سيرت الفولتج اهو، ده سهل انك تطلعه. طيب عايز تجيب شوف سيرت الكارت، حط البي اس اللي هو سيرت الفولتج، ممكن اعمل ايه؟ عايز تجيب شوف سيرت الكارت بس، تقوم حاطط الفي بي بزيرو، لو حطيت الفي بي زيرو في المعادله اللي فوق تطلع كده فوق، حط الفي بي زيرو يبقى السلم ده بواحد، يبقى السلم ده مالي، يطلع الاي بكام؟ اي بي تمام، ده شوف سيرت الكارت. جميل، النقطتين دول مهمين جدا عليا كده. بعد كده مطلع لك كل الفاريوس دي، وبيقول لك ان هو تلاحظ ان الايه؟ الاوفر سيركت فولتج دايما بيبقى اقل من البيت ان بوتنشال فاريو. ماشي؟ دي محفوظه يعني 6 من 10 اكتر منه و 8 من 10 منه كده. طيب عندك باور وعندك كرنت رايحين للنود، يبقى تفرق ايه؟ باور باور مسلمه للنود اللي هي حسب ضغط الاي في البي. طيب سهل انك تجيبها، اضرب المعادله اللي فاتت بتاعت التيار في مين؟ في البي. هتلاحظ هنا حاجه، البي هنا داخله بطريقتين، طريقه من شانها انها تزود لك الباور هنا، وطريقه من شانها انها تضعف لك الباور هنا مثلا. فهمت؟ صح؟ يعني معنى الكلام دلوقتي ايه؟ ان البي لما بيزيد في ترم منهم بيزيد والتاني بيقل. صح كده؟ طب مين فيهم يغلب التاني؟ في واحد فيهم هيغلب؟ لا، الاكسبوش هيغلب لما يكون الكروس ده كبير، لكن في الاول مش هيغلب، هيبقى ضعيف. تمام؟ فهتكون النتيجه ايه؟ في البدايه الترم ده ضعيف، فيبقى مين الدوميننت؟ مين يختار البدايه؟ فيكون النتيجه ان الباور هتزيد مع زين الدين الفي، لحد ما نوصل لقمه معينه يبتدي الترم ده يقوى، بس هو داخل بنيجاتيف. فيعني ايه بقى في الباور؟ فلما تيجي ترسم الباور بالنسبه لي في الفولتج تطلع حاجه شبه كده. يعني في نقطه معينه الفولتج او قيمه معينه لا عندها الباور ايه؟ بتاع السلوك اكبر من ممكن. هو ده فعلا اللي هيحصل عشان ايه؟ الفولتج اللي يديلك اقصى باور اعمل تفاضل المعادله اللي فوق بالنسبه للفولتج اللي هي بتاعت الباور يعني الباور بالنسبه للفولتج بيسوي تفاضل بزيرو. يطلع لك القيمه بتاعت الفولتج المناسبه لاكبر باور نسميها في ايه؟ الفيلم هنا يا جماعه مش معناها ماكسيمم فولتج، لا انت تقدر تحط الجهود اخطا منه عارف، ولكن اسمها ايه؟ الفولتج كورسبوندنج تو اقصى ايه؟ باور دي الفي ان. طب ده كده زي المعادله دي للاسف احنا بنقراها دلوقتي ما تنفعش تحضر مشروع تمام؟ لان الفيلم داخله في لينير تيرم وفي اكسبوننشال تيرم تمام كده؟ هنا الراجل لما يجي يشوف الفي ام هنظرها الطيار قد ايه المعدل بتاع الطيار ده اسمه ايه؟ اي ام ماشي؟ شايف المربع اللي موجود ده؟ المربع الانزلاقي ده يناظر اقصى باور دليفر للنود ده انا عايزه. بس للاسف الفي ام ما هياش الفي ام سيركت اكبر قيمه يعني موجوده للنود ولا الاي ام مناظر ايه او يساوي ايه؟ 10 سيركت لازم يكونوا عايز بدل ايه؟ الفي ام. طيب هو نفسه ان الايه؟ الاريا بتاعت الاثنين دي المصنفه تبقى قد مين؟ تبقى قد مين؟ الجزء اللي انت شايفه ده كله او هي المساحه دي كلها. بس هي مش بتبقى مليانه لان زي ما قلنا الفي ام اقل من الفيو سي والاي ام دايما بيبقى اقل من ايه؟ الاي اس سي. فالاريا كده هو بيعبر عن المساحه دي حاجه اسمها الفيل فاكتور. هو معبر عنها من نقطه اخرى. الريشيو دي يا جماعه بتاعت بالنسبه للمساحه اسمه ايه؟ فيل فاكتور. ده طبعا ايه؟ انزل كده تمام. شايف المساحه دي؟ اللي هي عباره عن اي ام في ام على اي اس سي في في او سي. يعني افترض ان هنا في ايه؟ ضلع كمان من هو الطبيعي في المنظر ده هيعملوا لك ايه؟ مستطيل. مساحتك هتبقى اي اس سي في اوبن سيرك اوبن سيرك. هو مناسب المساحه دي بالنسبه لمساحه المستطيل ده الكبير ومطلع حاجه اسمها ايه؟ في الفاكتور الريشيو. طيب الافشنسي في كذا تعريف الافشنسي اللي بشرحه من اول اسمها كونفرجن افشنسي زي ما واضح من اسمها بيطلع بره مع نقطه السوبر سيرتي على انها تحول من نقطه انرجي لمين؟ لالكتريك باور او الكتريك انرجي. فبالتالي هي نسبه بين الالكتريك باور وحيث انها نقطه الباور. طيب الالكتريك باور اللي انت اتفقت بيها اللي هي ايه؟ اي ام في ام دي اقصى باور على البي ان بيقول دي يا جماعه اللي هي انسيدنت لايت باور اللي هي الطاقه بتاعت الايه او الباور القوه بتاعت الايه الضوء ايه اللي ساقط على الايمان انسيدنت يعني ايه؟
سقط على الريق في الهدف. جميل. هنا هو الجزء اللي فات ده كله كده كان في efficiency والباور والكلام ده كله. في فرقة 14-9 بتسم لك السبيكتر ريديانس بتاعت السولر اللي هي السولر سيل اللي هي الباور. الريديانس دي باور بيونت اريا بيونت ويف لينس، يعني باور بيقسمها على بيونت اريا اللي هي الباور دينستي، ويقسمها كمان على مين؟ على مين؟ الضغطات الموجودة. بيقسمها بالنسبة لمين بقى؟ بالنسبة نشوف الايه؟ الشكل ده كده. بالنسبة للويف لينس تبقى الريديانس يا جماعه وضع المتر مربع في المايك فيلم دي الورد لينس. هتلاحظ ان انا قاسمهم للسيليكون والجاليوم ارسنايد، بس في حاجه اسمها اير ماس صغيره، اير ماس 0 اير ماس 1. ما تشغلش بالك انت حكايه اير ماس 0 1 دي، هي عباره عن ايه؟ عباره عن السولار سبيكترا، يعني معناها الاشعه بتاعت الشمس اللي احنا عطونا بيها قد ايه؟ ده معنى كلمه سبيكترا. سبيكترا يا جماعه يعني هتبقى تاخدها في الشمس التفصيل معناها ضيف، فالكلمة عندي في كلمة ضيف معناها الصور بالسبيكترم هذا، والأشعة طبعا شخصيتها ضربة ضيقة قد إيه؟ بس إير ماس 0 1 دي معناها الحتة الأولانية دي عن سطح القمر تقريبا لإيرنا، والتانية عن سطح الشمس بالصغيرة، يعني لو عايز إسمك تشوف إير ماس 0 لا لا معلش إير ماس 0 الصورة سبيكترم أو ساينس إيرسس سيرسس الاتموسفير. الاير ماس 0 دي الصوره سبيكترم بره الايه؟ الغلاف الجوي، انما الاير ماس 1 دي يعني الصوره سبيكترم من عند سطح القمر بس في وقت الايه؟ الظاهره. مش هتشغل دلوقتي انت بتحكي فيها ليه؟ طبعا الرسمه اللي رسمها دهيت ما خدش فيها في الاعتبار ان في سيريس ريسيستنس موجوده في الايه؟ في الماده، يعني اي ماده لها اسس فبنسمي سيريس ريسيستنس اللي هي كانوا شايلينها انها كولينتا فولتج، يعني الفورورد بازنج. الفورورد بازنج ده هو ان انت بتغير في الاتجاه الايه؟ لا الاتجاه الفورورد، يعني هيبقى عكسي للايه؟ للفوتوغراف، فاهم؟ وكمان ما خدش في الاعتبار حته الريفليكشن، اي ماده مش بتمتص الضوء وسقط عليها لازم يبقى لها ايه؟ ريفليكشن كوفيشن. تبقى دي الكفاءه بتاعتها او الكونفيشن كوفيشنس اللي انت جايبها واقعه في الرينج من 10 ل 15% دي قليله. يوم لما تزيد تبقى دي 20 21% دي بنظرنا عليه بالسوبر ايه؟ سيد. وعشان كده هو من مشاكلها ان انت عشان تاخد منها او تدور معتبره محتاج تعمل منها ايه؟ مساحه كبيره، بتبقى مكلفه شويه، ممكن تبقى كتيره في بعض الاحيان لو انت كنت حاططها على حاجه مره واحده زي عربيه مثلا، زي الساتلايت ستيشن زي ما قلنا، او نحط ايه؟ نحط ساتلايت وعايز تبقى دور الكلام ده كله بقى ايه؟ تطلب مساحه عاليه او تكتل زياده في الوزن عليها. فبعض الاحيان عشان يزود الضوء اللي هيمتصه الصوره بدل ما يستخدم مين؟ اوبتيكال لينس، عدسه مجمعه للضوء. تمام؟ خلي بالك العدسه نفسها، العدسه نفسها لها تكلفه، بس الفكره ان هو لما بيركز الضوء في حتت معينه كده هو بيبتدي يوفر على نفسه تكلفه الماده بتاعت الصوره بدل الفكره. تمام؟ هنا هو تلاحظ حاجه لما جه يشوف الكونفرجن افشنسي بالنسبه للاوبتيكال كونسنتريشن لقى ان الرسمه ايه؟ دي كده الافشنسي بالنسبه لمين؟ للكونسنتريشن اللايت انتنس يعني ماشي؟ سي بيساوي 1 سم وسي بيساوي 1 سم مع الكونسنتريشن مع المنهج حاجه بتعبر لك عن تركيز الضوء اللي صار. لاحظ حاجه ان الافشنسي زادت حاجه بسيطه قوي، بدل ما تبقى 30% مثلا هنا ماكسيمم بقت 35%، بس هي طفيفه في مقابل ان لايت انتنس زادت كم مره فعلا اللينس دي العدسه دي؟ 1000 مره. تمام؟ فواحد ممكن يقول لك انا هستخدم ليه اللينس ده؟ بنقول ان صحيح الافشنسي زادت حاجه بسيطه، بس ده هينعكس على انك توفر في مين؟ في الايه؟ في المساحه اللي وصلناها بتاعت مين؟ الصوره بتاعتك. هو الكلام ده في الجمله الاخيره اللي هي البرايمري ادفانتج من انت تستعمل الكونسنتريشن تكنيكس يعني طرق لتركيز الضوء، يعني ان انت تقلل ايه؟ السيستم كوست ككل، لان الاوبتيكال لينس دي تكلفتها اقل كتير من انت ايه؟ تصنع مساحه زياده بصور بلد.
هو كان بيتكلم على فراغ النيو جيلين والابزوربشن منتصل في المادة. لا بيقول لك الفراغ ده كان يكونش منتصل بين هي النون ابزوربشن عمال الريفورم ابزوربشن ديفيشنس والافكتس. سهل انك تاخدها في اعتبار لو انت افترضنا ان الناس اللي بتفوتوا في الرقص بيفوتوا في الرقص اللي ساقط على المادة اسمها فاين موفمنت اللي هي ايه؟ نمبر اوف فوكس بس بيقول لك اريا بيقول لك ايه طيب ان هم على طول في الرقص دي معناها حاجه بعدد بيقول لك اريا بيقول لك طيب. لما يحصل فيها امتصاص بتضاف في الايه؟ في الالفا. وبعدين لما تمشي مسافه معينه اسمها اكس هتبقى الانتنس بتاعتها على عددها بعد كده ايه بقى؟ الفا فاينل في ايه؟ في اس ماس الفا اكس هيحصل لها ايه زي ما انت عارف دي ما فيهاش مشكله. طيب لو حد يقعد يشوف الجنريشن ريت بتاع الالكترون بيرس احنا جبناها قبل كده اول هنا هتلاقيها يجيبوا تاني بس بعد ما تدخل الاعتبار مين؟ ان الالفا ممكن تكون متغيره. في حاجه كمان ممكن جزء يحصل له ريفليكشن من الضوء. خلي بالك من دي لو انت عندك البرايت انتنستي المسطح بتاعها دي انسيدنت في جزء منها ريفليكتد وجزء منها ترانسميتد او ابزوربد في الماده. صح؟ مظبوط؟ قيس الماده دي كلها على انسيدنت باور يدي لك ايه؟ واحد دي سالب. الريفليكت باور لما بيسمع على انسيدنت باور بيدي لك معامل لانعكاس ريفليكشن كوفيشن وده ان جنرال بيبقى فانكشن في الضلمه. زائد دي ممكن تسموها عامل الانتشار ترانسميشن كوفيشن. تمام؟ فبالتالي الار ار ممكن تعبر عنها هيبقى ازاي ده؟ واحد بس الابزوربشن ده هيبقى عباره عن مين؟ واحد ناقص ايه؟ ار. دي الترانسميسيفيتي او الترانسميشن كوفيشن عامل الانتشار اللي هي نسبه بين الدور اللي امتص فعلا وايه؟ والانسان اللي امتص واحد ناقص ار. بالتالي تقدر تجيب الجي ال اللي هي مين؟ الجنريشن بيت. زي ما قلنا الجنريشن بيت يا جماعه حسب فرضنا مرتبط بايه؟ بعدد الفوتونات اللي بنولدها مليون فوليوم مليون ايه؟ مليون التايم على اعتبار ان هو الفوتون اللي هيولد لك 1 اللي هيولد لك 1 الكترون كومبليت. المعادله ايه؟ جميل. ثانيه ما تجيبش قلت لك. طيب ماشي الفيجر اللي تحت ده رسم لك الكونسنتريشن بتاع الايه؟ المانوت كارير على مين جانشن بتاعت السولار بانل. بس ده في اللايت انتنستي والفا الفا اسيت مختلفه. ال وولف لينسز مختلفه تمام؟ طبعا لو كان مفيش بايزنج او كان في ريفرس بايزنج يبقى الكونسنتريشن المفروض عن النقطتين دول ايه؟ عارف الريفرس بايزنج بيزيد. الكونسنتريشن هنا واضح ان هو معتمد على الفا وعلى مين؟ على اللمدا دي. الالفا نفسها فانكشن في اللمدا. يعني انت ممكن لو انت غيرت اللمبة غيرت الدول كل المود بتاعك لو تغير مين؟ في الالفا من غير ما تضطر تغير المادة يعني تمام؟ جميل ماشي. طيب ايه الشكل الغريب ده؟ أول مرة تشوف الشكل ده صح؟ ما أعرفش عليك قبل كده. بصوا يا جماعة كل الموانع اللي احنا بنتكلم عنها لحد دلوقتي كل البين جنكشنز اللي احنا بنتكلم عنها لحد دلوقتي بيسموها هومو جنكشن. هومو جنكشن يعني ايه؟ هومو يعني ايه؟ متجانسه جاي من هوموجينيوس. طب لو كان عندك مش ماده واحده عندك اكتر من ماده يعني البين جنكشن نفسها اللي انت متعود عليها كانت بتبقى ماده واحده بس عملت دوبل جيمين في حته وزرعت فرنسيه خليتها هنا طيب وتطير هنا زرار ثلاثيه ثلاثه ايه؟ طيب بس في الاخر ماده واحده فبالتالي بنفس مين؟ الماده جاب انرجي. فبالتالي لو الاي في زاد من حته للثانيه لازم تلاقي الاي سي زد معاه بحيث الفرق ما بينهم يفضل ايه؟ سابق على طول. دي اسمها ايه دي؟ هوم جنكشن. في بعض الاحيان بيلاقي ان هو عشان يحسن الكفاءه بتاعت السولار بانلز ويحسن ويمتص اقوى نقيه اكتر بيبقى احسن له يصنع الماده من السولار بانل من مادتين او اكتر من السيمي كوندكتورز ما تبقاش ايه ماده واحده. في الحاله دي يبقى اسمها ايه بقى؟ بدل هومو جنكشن يبقى اسمها ايه؟ هيتيرو جنكشن. هيتيرو هيتيرو جينيوس دي عكس هومو جينيوس. يعني متغير بيبقى مختلف. هومو جينيوس عكسها ايه؟ هيتيرو جينيوس. زي ما انا حطيت لك هو السمنة فعلا ايه؟ مادتين. واحدة
عشان نصنع منها الايه؟ الـ بلازما كونتاكتور، بس احنا وقفناها شويه. ماشي، والثانيه ايه؟ عشان نصنع منها مين؟ الـ بلازما كونتاكتور. زي ما واضح كده الاولانيه دي لها بند جت انرجي اكبر. عشان كده لو بتلاحظ المسار رانس ايه اللي جاب كده؟ الثانيه البند ايه الانرجي بتاعتها ايه؟ اصغر شويه، عشان كده حط الجسم. طيب في حاله السيرما الاكوليبريم الاف يبقى ايه؟ ثابت. تمام؟ فلسه ايه؟ قبل ما اتعرض للضوء يعني المفروض. طب جميل. نفترض ان انا اتعرض للضوء، ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك هنا من حاجه، الماده هتمتص الضوء او لا معتمده على الماده اللي هي الانرجي والموفنس بتاع الضوء اللي وصل، صح كده؟ عارفين مين؟ طيب لو انا كان عندي بند الانرجي واحده انا كده هو ليميتد بالمين؟ بالرينج بتاع الموفنس اللي انا هقدر امتصه. ليه؟ لان لو فرض الانرجي، خلي بالك لو فرض الانرجي بتاع الفوتونات مش كافيه لانها بتغلب على الماده اللي هي الانرجي دي، الماده ايه؟ مش هتمتصها اصلا، هتبقى الماده شفافه بالنسبه لمين؟ للفوتون اللي هو الفوتون اللي بتاعها. طب نفترض العكس، ان اللايت انرجي اكبر بكتير من الماده اللي هي الانرجي. في الحاله دي مش بس هيحصل لايبريشن، لا ده في الالكترون هيتحرك هيبقى حر ويبقى عنده طاقه كتير، هيدخلها في صوره ايه؟ الجيم زي ما قلنا، فدي بقى مخصص برضه مش مستحب، مش مستحب. لا ده مستحب ولا ده مستحب، الاحسن ان ايه؟ ان يبقى الضايق انرجي او الطاقه بتاعت الفوتونات تبقى اقرب ممكن للبند جاب انرجي. لما انا بستخدم الاثنين او كنتين البند جاب انرجي في الحاله دي هيبقى عندي رينج اكبر من الامتصاص، انا بستخدم ايه؟ بند جاب انرجي واحده من ماده واحده. لو انا نمط عنده درجه الانتنسيتي كانت اقل من اي شيء هيجي الماده دي مش هتمتصها، هقوم ايه؟ منفذه كده لحد ما تكمل لمين؟ للاي جي بي. فبالتالي لو درجه الانتنسيتي كانت اكبر من اي جي بي واقل من اي جي ان مش هتمتصها، هتمتص في ايه؟ هنا. طب لو هي اكبر من اي جي ان في الحاله دي لو هي ساقطه هنا هتمتص هنا، مش هتكمل مسارها لمين؟ للاي جي بي. تمام؟ وبالتالي متوقع ان الكاركترستكس بتاعت الايه؟ الحاله اللي هي بتبقى احسن من الايه؟ الحاله بتاعت الهوموجنكشن. طبعا الامتصاص ده بيبقى بيتم توزيع الديفيوشن لينس الجنكشن، يعني مجرد بس انها تمشي كده الديفيوشن لينس بيحصل الكومبليشن لينس زي ما انت عارف. تمام؟ ولا بتولد فوتو كارد. الشكل اللي قدامك ده شكل مشال الهوموجنكشن، الهوموجنكشن برضه عباره عن ايه؟ المادة هنا يا جماعة يعني مين اسمها دي؟ ال طيب بعدين جاي رقم صناعي بعدها انزل كده شوية بي طيب جاي رقم صناعي دي هي دي نفس الكلام اللي جاب الانرجي انما دي اسمها ايه بقى؟ الومنيوم ده رقم صناعي المادة اختلفت. طيب نلاحظ ان داخل فيها اكس، اكس ده بيسموه مول فراكشن، مول فراكشن حاجة كده بتعبر لك عن المادة داخلة بنسبة قد ايه في الايه؟ في السبيكة او الاستراكشر كله. المادة كلها اسمها الألمونيوم جاليوم أرسنايد. هنا لو بقول فراكشن إكس ده 1 ناقص إكس، يعني لو زاد هنا بيقل للناحية التانية. طيب جميل. واضح إنها هتدور الهيدروجين. طيب خلي بالك بقى من الكيرف الأسود اللي مرسوم ده. لو أنا حطيت إكس بزيرو معناه إن أنا مش مستخدم ألمونيوم خالص. المستخدم هنا كله جاليوم وإيه؟ وأكسجين. تمام؟ في الحالة دي يبقى المادة تعتبر كلها هوموجينيوس لأن كلها بقت إيه؟ جاري اصنعي من نظر اكس بزيرو. ماشي؟ في الحاله بتاعت اكس بزيرو. طب لو انت هتكبر الاكس كل ما هتكبر الاكس الماده هتبعد من حاله الجاري اصنعي بتكون رايحه لمين؟ لحاله الالومنيوم جاري اصنعي. تمام؟ ده اللي حصل لما الاكس كل ما يزيد كل ما الماده اختلفت. فايه اللي هيحصل في الماده هي الانرجي بقى؟ زي ما هو قدامك كده الالومنيوم جاري اصنعي جاري اصنعي جوه قد ايه الانرجي ايه؟ اكبر بكتير من الثاني اللي اسمه ايه؟ جاليوم أرسنايد. فانت كل ما زودت الاكس كل ما ايه؟ بقى عندك بند جاليوم انرجي اكتر، وبالتالي بقى عندك استعداد ان انت تمتص اضرار مضيعه، عشان كده هو هتلاحظ هنا لما تيجي ترسم النورماليز سبكترال ريسبونس بالنسبه ليه؟ بالنسبه ليه؟ اللايت الفوتون انرجي او ممكن احط هنا في الويف لينس الاثنين مرتبطين ببعض، هتبص تلاقي ان الماده بتمتص اضرار مضيعه اكتر كل ما زادت اليوم الاكس. تمام؟ النورماليز كلمة النورماليز هي يا جماعة معناها لايت انتنسي على الماكسيموم فاليو بتاعتها. يعني متعالية أو منصوبة بالنسبة لإيه؟ الماكسيموم فاليو بتاعتها. انزل كده في المادة دي خد بالك. لو الإكس بزيرو يبقى المادة كلها هوموجينيس.
يبقى كده ماده واحده بس هوموجينيتي. زودت الاكس هتبتدي الاي جي يزيد شويه، كل ما زودت الاكس كل ما الاي جي يزيد شويه. اللايت اللي هنبص التقارن دي هنا هو هيبقى فرنش من كام لكام؟ اللي هو اكبر من الرينج اللي اكبر من البنك جاب انرجي هنا بتاع الجرام اصنايت واقل من بتاع الالمنيوم جرام اصنايت، هنبص فين؟ هنا هم في الماده دي. طيب اللي اكبر من الاثنين هنبص فين؟ في الماده دي اللي في الاول. تمام؟ فبالتالي انت زودت هنا الرينج بتاع التقارن دي انت ايه؟ هتنبص. عشان كده اللايت الانستي او السوبر سبيكترم من اهو هيبقى ايه؟ هيبقى احسن كل ما زودت الاكس. بس الماده دي تعتبر غاليه نسبيا مقارنه بحاجه زي الايه؟ السيلفر. جميل. طيب في انواع من السوبر سيلز اسمها امورفوس سيلفر سوبر سيل. كلمه امورفوس دي يا جماعه معناها غير منتظم الشكل البلوي. غير منتظم. اللي شكل بالنور يا جماعه له ثلاث اشكال. كريستلين يعني ده بتبقى احسن حاجه، ده بيبقى شكل فيه منتظم وعمال يتكرر نفسه على طول الماده. شكل منتظم وعمال يتكرر نفسه بتعابات كده في مسافه وعمال يتكرر كل شويه. في بولي كريستلين يعني متعدد ان ايه شكل بالنور. يبقى منتظم بس في رينج معين وبعدين يرجع في رينج ثاني يغير نفسه. يغير الشكل بتاعه. في بقى ايه؟ حاله امورفوس فيها غير منتظم عشوائي. هنا هو مفيش اي وضع خالص في الكونستراكشن. شكل الترتيب المدروس والمنقوص جوه الترتيب البلور بتاع الماده مش منتظم خالص. فده اسمه ايه؟ امورفوس ايه؟ سيمي كوندكتر. طيب. فاول دي هنا يعني الموضوع دوت ايه؟ مش فاول دي. الامورفوس سيلفر سوبر سيل ممكن ما نتكلمش عنها قوي ماشي، لكن يمينا نوع قبل ما نشوف نسيب موضوع السيمكوندكتورز اهو وعروض الضوء او الجزء ده بالتحديد. ان في ملاحظه كنت قلتها وايه كنت قلتها حته حاجه اسمها دايركت ومن دايركت لاند جاب سيمكوندكتور. يعني ايه الكلام ده؟ لما تيجي تشوف شكل البند جاب انرجي بتاع حاجه زي الجاليوم ارسنايد هتبص تلاقيه شبه كده. ما هو زي ما انت فاهم ان الخط هنا للاي في وخط هنا للاي سي، لا ده كان شكل الهيليوم بس. الحته الكبيره دي اعلى قيمه او اعلى انرجي ليفل في الفيلنس باند اسمه اي في، واقل انرجي ليفل هنا اسمه ايه؟ اي سي. في الجاليوم ارسنايد يا جماعه الاي في والاي سي على نفس الحزه، يعني على نفس المحاذاه. الشكل اللي انت لابسه ده او اللي انت شايفه ده تعرفه عن طريق الانرجي والمومنتوم. العزم بتاع مين؟ الملبوس والاتومس اللي موجود في الايه؟ في الماده. ده بيسموه دايركت انت جالس في المنطقه، دايركت اسمه ليه؟ لان الاي في والاي سي على نفس المنطقه، على نفس المحاذاه. هنا بيبدا لما بيحصل امتصاص الضوء ايه اللي بيحصل؟ الالكترون موجود هنا بيقوم طالع هنا او ايه؟ او بيتحرك لايه؟ لمنظار الايمج اللي بيتعمل. الانتقال ده ما بيصحبوش تغير في المنطقه، لانه هيرجع نفس اللي هي الخط الراسي، المنطقه ما بتغيرش. طالما العزم بتاع الشركه دي ما بيتغيرش يبقى ما فيش لاتس فايبريشنز، ما فيش لاتس فايبريشنز يعني ما فيش ايه؟ هي الريزونات بتحصل في ايه؟ في الايه؟ في البروبولس والاتومس اللي موجوده في الايه؟ في الماده نفسها، وبالتالي ما فيش هيت بوسس، فده مستحب. عشان كده الجاليوم ارسنايد مستحب استخدامها في الاوبتيكال ديفايسز. تعالى بقى اشوف حاجه زي مين؟ زي السيرفر. هتلاقيها ان دايركت كمان تجاب سيمكوندكتور. يعني ايه؟ يعني تلاقي في سي والاي في مش على نفس المحاذاه. وبالتالي ده معناه ان عشان الالكترون يتنقل من الحته دي لهنا لازم يلاحظه تغير في الايه؟ في المومنتم. تغير في المومنتم دي على الاتموس فايبريشنز وبالتالي هيبقى في ايه؟ هيبقى في ايه؟ لوكس ايه بوسس. لان هيبقى في اهتزازات اللي هي
بالمنبوس والادرس حوالين الاكوليبرال بوزيشن بتاعها، فدي تعتبر ايه بروسيس. عشان كده الصوره السيليكون ما بيستحقش في ايه سيلكون في ايه في الاوبتيكال ديفايسز، بتبقى الافشنسي بتاعته اقل شويه من الجالما الصناعي، بس طبعا السيليكون احفظ زي ما اتفقنا. في ميزه ثانيه بالمناسبه للجالما الصناعي، الموبيليتي بتاع الالكترونز فيه قد 5 مرات الموبيليتي بتاع السيليكون، وبالتالي يستخدم في الهاي سبيد ديفايسز. والموبيليتي لما تكون كبيره يعني يديلك طياره اكبر عند نفس ايه الديفايس دايمنشنز ونفس الابلايد فولتجز، هيديلك طياره اكبر، فبالتالي تبقى الديفايس دي اصلا دي تاني ميزه له. فالجاله المصريه مستعد استخدامه مع مين؟ مع الاوبتيكال ديفايسز ومع الديفايسز اللي بتشتغل في رينج عالي من الفريكونسز اللي هي بيسموها مايكرو ويف ديفايسز. تمام؟ يعني ايه المايكرو ويف ديفايسز؟ اللي هي الديفايسز اللي عايز تسوق عليه عالي، انا بسميها هاي سبيد ديفايسز وخلاص عشان ما نعملش الموضوع يعني. لكن في المقابل جالها مصريات بيبقى غالي، لان الموضوع مش مقدر غير السيليكون اللي مستخرج من الرمل، فتبقى عمليه المعالجه والتصنيع بتاعته ارخص. طيب هنا ملحوظه ثانيه، لما بتيجي تشوف اللايف انتنسيتي او الابزوربشن كوفيشنت الالفا او اللايف انتنسيتي بتاعت الدور المقص بالنسبه للاندا، بتبص تلاقيها حاجه شبه كده، يعني ما نزلتش على طول ولا بتقل تطلع على طول. ايه السبب في الحكايه دي؟ مبدئيا مفهوم ان اللاندا لما بتزيد الانرجي بتاعت الفوتونات بيجربها ايه؟ بتقل، فبالتالي بتوصل لحد معين انها تبقى اقل من ايه؟ من بندجات انرجي، وبالتالي مش بتبقى قادره انها تطلع ايه؟ الكتروس. عشان كده وقت الايه؟ الابزوربشن كوفيشن بيقل مع زياده اللاندا لحد ما يزيد عن حد معين، اللاندا الالفا دي توصل لزيرو. طيب ايه بقى اللي بيخلينا نوت عند اللاندا الكبيره ولا اللاندا الصغيره برضه؟ الالفا ممكن تكون صغيره. اللاندا الصغيره نوت يعني الانرجي بتاعت الفوتون كبيره تماما. كبيره يعني الانرجي بتاعت الفوتون هنا اللاندا بتزيد في الاتجاه ده، الانرجي بتاعت الفوتون هتزيد في عكس الاتجاه ده. صح؟ لان التناسب عكس. ايه اللي يخلي الكيرف يقل؟ ان هو كل ما زادت الايه؟ الانرجي بتاعت الفوتون. لو رجعنا بشكل البند جاب الانرجي سواء هنا او هنا. في البدايه خالص الجزء ده كده من الماده او من الانرجي ليفلز بيبقى مليان وده بيبقى فاضي في الاول خالص. فايه اللي بيحصل؟ اول ما بيحصل امتصاص بديهي ان الالكترون اللي فوق ده بيبقى اميل ان هو ايه؟ يطلع لايه؟ للاي سي. لان ده محتاج طاقه صغيره هياخدها ويطلع، ممكن بعد كده لو ما بقاش شويه طاقه يبقى ايه؟ يبقى يتحرك ويبقى ايه؟ الانرجي كله. طيب الحكايه دي هتفضل تحصل لحد ما تبص تلاقي في جزء كده من النمط فضل من الالكترونز، في المقابل في جزء هنا ايه؟ اتمل، صح كده؟ مظبوط؟ طيب لو حب بعد كده وقت اللايت ده ان هو يعمل اكسايتيشن للالكترون، هتبص تلاقي الاكسايتيشن مش هتبقى من هنا لهنا على نفس المومنتم، لا هتبقى مثلا من هنا لهنا او من هنا لهنا، يعني مش هتبقى على نفس مين؟ المومنتم. وتأكدنا ان مظهر ايه؟ ايه بروسس؟ مش بس كده هو اصلا احتماليه الامتصاص هتقل، لان كل شويه فرق الطاقه ده ايه؟ هتزيد. احتماليه الامتصاص لما هتقل يبقى معناها ان الالفا هتقل هتقل يا جماعه. وبالتالي في اوبتيمال فاليو كده للويف لينس عندها الاستجابه بتاعت الماده بتبقى احسن من هاي بتقل عنها قوي ولا بتزيد عنها؟ من ضمن المواد المهمة جدا في جزء الاوبتوالكترونكس حاجة اسمها فوتو ديتكتور، زي ما واضح من اسمها كده بتعمل استشعار للضوء، ديتكت يعني ايه؟ بيستشعر حاجة. دي ببساطة بيسقط عليها ضوء تقوم هي مجددة طيارة عشان تعمل بي سنسنج أو استشعار لمين؟ للضوء. دي بيستخدموها في اللايت سنسورز. ماشي؟ عايز تحس بالضوء تقوم مطور الضوء ده لإيه؟ للإلكتريك سيجنال. طيب مبنية على ايه؟ هي لها أكتر من نوع الحقيقة وأكتر من شكل. الشكل اللي هو موجود هنا قدامك أبسط شكل له حاجة اسمها فوتو كوندكتور. فوتو كوندكتور عبارة عن إيه؟ حاسس إن كوندكتور ماتيريال فيها حملات شحنة من نوعين N و B. الدايمنشنز قدامها L والكروس سيكشن الأريا بتاعتها إيه؟ يعني كل يوم بتاعها هيبقى إيه في إيه؟ تمام؟
لما اسقط الضوء عليها هنا في فري ديفرنس ونص. طب انا عايز اتحرك في فري ديفرنس ونص وانخفض ايه عليها؟ فرق جهد يوم وليل بدين. طيب واضح ان الله اللي بدين السين اهوت زودت لك الشارج كارس الموجوده، يعني في اوريدي شارج كارس موجوده في حاله السيرفر اللي بريكا اللي هي في حاله ما بيكونش فيه ايه اصلا لاين ساقط عليها. تمام؟ لكن لما الضوء صعد خرجت الماده من حاله السيرفر اللي بريكا وبقى في اكسس كارير ايه؟ انجنريك. المعادله هي توريها لك فوق سيجما نون دي اللي هي لما تيجي بس في حاله اني نون دي يعني عايز ايه؟ سيجما كبيره. السيجما اللي تحت دي في حاله الايه؟ لما صار الضوء وبالتالي ده ال نون بقى ان نون زي الدلتا ايه؟ بقى في اكسس كارير كونسنتريشن. اكسس الكترون كونسنتريشن واكسس في بوت كونسنتريشن. طبعا من الشارج الكتريتي او التعادل بتاع الشارج ان اي الكترون هيتولد هيسيب مكانه هو وبالتالي دلتا ان قد مين؟ دلتا دي صح؟ هو مصدر الاثنين دي هرقص بالاثنين دي دلتا دي. كمان انا اهوت هيفترض ان الاكسس كارير كونسنتريشن ده هيعتمد بالمنظر ده دلتا دي ده هيجيبه منين؟ هيجيبه من جنريشن ريت اللي هو اسمه جي ال في التاو. التاو دي اللي هي مين؟ لايف لاين. جميل. طيب ماشي الكلام. السيجما هتبقى بالمنظر ده. تيرم خاص بالسيجما الايكوليبرال فاليو والتيرم اللي فيها ايه؟ الاكسس ريت كونسنتريشن. يعني واضح ان الكونتاكتيف كثافه او الايكوفلنت ريزيستنس ايه؟ الدلتا سيجما هي بالمنظر ده. دي مرتبطه طبعا الدلتا سيجما دي بيسموها الفوتو كونتاكتيفيتي. ليه؟ السيجما روت يا جماعه بيسموها كونتاكتيفيتي. دي الكونتاكتيفيتي الطبيعيه بتاعت الماده من غير ما يبقى في ضوء صادر. طب الكونتاكتيفيتي زادت بمقدار دلتا سيجما نتيجه لصوت الضوء. الزياده دي بنسميها ايه بقى؟ فوتو كونتاكتيفيتي دلتا سيجما. طب الضوء هيزود الكونتاكتيفيتي ده اكيد هيسحبه زياده في مين؟ في الكرنت دنسيتي. يبقى مش الكرنت ده لما يبقى جنون بقى جنون زي ايه؟ زي جي ال. ده اللي في حاله السينما الكريتيك. انما ده اللي لسه بنسميها ايه بقى؟ فوتو كرنت. هو نتيجه لمين؟ للضوء فوتو كرنت. تمام اهو حتى النظر لمين هنا؟ الدلتا سينما. وزي ما انت عارف الرابط ما بين الجي والاي هو مين؟ هو السينما. لو الاثنين في نفس الاتجاه يتنعم لو في عكس الاتجاه ايه؟ التنعم. الاثنين هنا في نفس الاتجاه ارجع كده للمادة عشان كده جمعهم زي حالة السوبر بانل. انا هو جمعهم ايه؟ اي شارج كارير موجودة سواء موجودة اصلا او موجودة نتيجة ايه؟ صعود صعود الضوء هتحرك ازاي؟ الالكترون هيتحرك في الاتجاه ده والضوء هيتحرك في الاتجاه ده. هتكون نتيجة من الكونفشنال كارد سواء في دي او في دي في اي اتجاه. تحت كده عشان كده انا جمعت ما اعرفش زي حاله مين في الصوره الثانيه. ماشي الطياره لو حابب تجيبه ولا تقول شيء تيجي في الكاب تمام وهتطلع بالمنظر ده كده اللي هي الكروس سيكشن. طيب الكلام ده طبعا المبنى على افتراض ان الايه؟ ان الجنريشن ده يونيفورم وبالتالي هو ثابت. فنفترض ان هو ما كانش يونيفورم وحابب تجيب التوتال كارنت في الحاله دي ما ينفعش انك تضرب تضرب لازم تعمل تكامل زي ما انت عارف لازم تعمل تكامل حوالين الايه؟ السكشن اريا بتاعت الماده. طيب الوقت الكارير الوريدي هتاخد وقت معين عشان تتنقل خلال ايه؟ الفوتو كونتاكتور ده لو احنا افترضنا ان فوقه ايه؟ الوقت اللي انا عايزه عشان يحصل ترانزيت. ترانزيت دي يا جماعه غير ترانزيت. ترانزيت اللي انت بتاخدها في السيركتس معناها ايه؟ قلت لك قبل كده عابر او مخمط انما ترانزيت هنا معناها عبور. ماشي الوقت اللي اخده الالكترون عشان يعبر مسافه هنا هيبقى عباره عن ديستنس على مين؟ على كروس فيت. ودي ديرفت كروس طبعا يعني ريليتد لمين؟ ريليتد للنيتد فيت. تمام؟ تقدر تحسبها بالمنظر ده. طيب المعادله دي تقدر تربط بيها التي ان دي او النيتد فيت بالتي ان والتي ان. هو عمل كده فعلا لانه معوض الرقم اللي فوق بتاع الرقم ده. يعني المعادله دي شايل منها كي جابها بثلاثه تي ان والال والبي والال. وعوض في المعادله بتاعت 14 22 اما اطلع مين؟ اما اطلع الاي ال اللي هو الفوتو كارنت. تمام؟ من اهوت يعرف كميه اسمها فوتو كونتاكتور جين. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن المعدل النسبه بين المعدل في الدوري بي الكارس او التجمع الجلس عند الكونفكس المعدل عند الكونفكس المعدل لتوليد التي الكاري اصلا. تاني بالنسبه لايه؟ المعدل ال
هتتجمع بيه الكالوريز عند الكونتاكس بتاعت الماده والمعدل اللي اوريدي فيه ايه؟ الكالوريز الاصلي. طب هو ممكن يكونوا مختلفين او ممكن يكونوا مختلفين زي ما هنشوف. الجاما فوتون ده هيتعرض بالمنظر ده كده. لما يعوض اللاين هيطلع بالمنظر ده، لاحظ ان هو حاجه الجاما فوتون ان هو قابل على لايف تايم بشكل كبير جدا ادفانس تايم. التحديد الجاما فوتون ده اللي انا بسميها فوتون دكتور جيم بيزيدنا عن زياده اللايف تايم. بيزيدنا عن زياده مين؟ اللايف تايم. وبتقل مع ايه؟ مع زياده ادفانس تايم. الفكره ببساطه ان الفوتون يعني الولد بيتشجع كده بيتشجع كده بيتقلش وبيتقلش مش هيحصل لها كوبايه شعر وقت معين على ما يحصل لها كوبايه. لو عمرها طب شويه التو بي دي لو زادت شويه معناها انها هتلف اكتر في الماده وبالتالي هيبقى عندها قدره انها تعمل ايه؟ اكزايتيشن اكتر هيزود الايه؟ الجاما فوتون. الجاما فوتون ماشي. هنا بدي لك تبقى الفاليوس 200 دي مش جاما جاما فوتو. الجاما فوتو طلع الرقم كبير خلي بالك 183 طلع الرقم كبير 183. طيب الكلام ده بقى بيفصله فيزيكال ازاي؟ ازاي يبقى عندي فوتو واحد يوريك لك مثلا 183 يكتب مفهوم ده؟ طب بيقول لك ان هو ببساطه لو انت خدت في الاعتبار الالكترون اللي هيتولد أول ما تكون نسقط الإلكترون يتولد، إيه اللي بيحصل؟ الإلكترون بيبتدي إيه؟ يمشي في المادة، وطبيعي إن هو يروح ناحية الأهل، لأن الأهل عليها كل المدة. في المقابل عشان المادة تبقى متعادلة كهربية لازم يبقى في إلكترون تاني راح ناحية مين؟ الكاسيوم، ويبتدي إيه؟ يمر الطيارة. طب البروسيس دي هتبتدي تمشي كده خلال بيريود اسمها إيه؟ ليف كارير لايف تايم. يعني طول ما الكارير دي عايشة بس ما حصلهاش كومبينيشن طول ما هي عماله تلف بالايه؟ في الماده وانا منتفع بيها. لان انا ولا دار الطياره، لو حصل لها كومبينيشن هنا ما اعرفش في طياره بتقول لي فيها انا ما انتفعتش بيها. فطبيعي ان الانتفاع بتاعك بيزيد او بيتحسن كل بقى ايه؟ ما اللايف تايم بتاعها ايه؟ زاد. جميل. بعد لما اللايف تايم ده يحصل ايه اللي بيحصل؟ يشوف الالكترون بعد كل الايام ايه؟ الكومبينيشن مع مين؟ مع هنا بيقول لك مثلا الدي ان دي بالمنظار ده. سكند كذا. في المقابل لما جه يشوف حسبه بسيطه كده الوقت اللي هياخده اللايف تايم اسف معلش اللايف تايم بتاع الماده 10 اصناف 6 سكند بس نرجع كده للمثال عشان اتاكد ان ده فعلا اللايف تايم او ايه 10 اصناف 6 سكند. في المقابل الوقت اللي اخده الماده عشان اللي اخده الليكتور عشان ينتشر في الماده كان مساوي كام؟ 7 واحدة في 10 اصل 9 يعني اصغر بكتير منين؟ اللايف تايم. ده معناه ايه؟ معناه ان اللايف تايم بتاعه فرق كبير جدا بالنسبه لمين؟ الوقت بتاع مين؟ الماده. تمام؟ يعني الليكتور هيفضل ايه؟ موجود بشكل ايه؟ كبير او فرق زمنها طويله. فبيقول خلال اللايف تايم دهيت فوتو شنجيت الجروب ده هيبقى ماشي. الالكترون ده عمال يلف في الماده. فكل نتيجه ان هو هيودي لك كام الكترون زياده؟ قال لك 135 جت منين؟ لو انت جيت تشوف الكسر ما بين 10 اصل 6 دي والرقم ده هيعمل كام دوره؟ 135 ماشي؟ هيعمل 135 دوره. طيب لو انت خدت في الاعتبار كمان في جينيريتد بوتس بس الجينيريتد بتاعت بوتس اضعف هتبص تلاقي ان في الحاله ده هي التوتال نمبر الشارجز اللي هي الالكترونز والروس مش 165 مش 135 ده كام؟ 183 تمام؟ يعني رقم ايه اكبر؟ ده بالنسبه لورا طلعها. طبعا المغزى الواضح قدامك الدنيا اللي في الاخر دي بتنصدر عليه. فوتو كونتاكتور جيم ده ايه؟ عشان تحسنه انت محتاج لايف تايم ايه؟ يكون ايه؟ كبير. بس لو تفتكر لايف تايم كبير دي فيها مشكله. انت لما تيجي تطفي الديفايس محتاج انك تجيب تمامه البيت الجاري اسمين فلو اللايف تايم بتاعها كبير هتاخد وقت طويل عشان يحصل ضرر كونفنشن وتموت يعني السويتشنج سبيد هتبقى ايه؟ بطيئه شويه السويتشنج سبيد اللي هي الوقت لازم عشان تبقى ان النوم توفر والعكس
فقال هنا في تعارض ما بين ايه حاجتين اللي هم الفوتو كونفاكتور ايه هتحسنه وفي نفس الوقت السويتشنج سبيد انها في انها تبقى عاليه كان فيها تريد اوف تريد اوف يعني ايه يا جماعه تريد اوف يعني ايه تعارض تمام ده كده الايه الاول فوتو كونفاكتور او اول فوتو ديتكتور اسف اول فوتو ديتكتور اسمه ايه فوتو كونفاكتور في فوتو ديتكتور تاني اسمه فوتو دايود الفوتو دايود ده هي فيها اكتر من شكل في بي ان جانكشن فوتو دايود في حاجه اسمها بي اي ان فوتو دايود بي اي ان يعني منهم عندي البي وان وما بينهم انترنسك ماتيريال تمام وفي افريج فوتو دايود زي ما واضح من اسمها بتستخدم في ايه حالة الايه؟ بريك داون، افريج بريك داون، لو تفتكر شرحتهولك قبل كده. تمام؟ في حاجة اسمها فوتو مالتي بلاير تيوب، هنبقى نشوفها بعدين. فانت تفتكر ان احنا واقفين عند مين؟